بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ايه اللي بيحصل من تقريبا 3 4 ساعات كده واحنا بنسمع خبر غريب؟ الخبر دوت بيقول ان في خلافات شديده جدا بين احد الامراء في السعوديه وما بين اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا. وقبل ما اكلمكم في تفاصيل هذا الخلاف واقول لك ايه الموضوع وايه القصه، عايز اقول لك كمان ان بدات تسرب معلومات، بدات توصل لنا بعقوبة منتظرة تقدر بأربع مباريات لمحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب أحداث مباراة نهائي الكاس في السعودية والحركات اللي عملها ليه جماهير النادي الأهلي. الكلام ده هيضايقك، هيبسطك، في كل الأحوال هي أخبار وليست آراء، في فرق من الرأي وفرق من الخبر، فأرجوكم نطلع الخبر على جنب والرأي على جنب. اللي بقول لك ده خبر، الاتحاد المصري بيجهز عقوبة، والعقوبة دي هتكون أربع مباريات إيقاف لمحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب ما فعله مع جماهير النادي الأهلي عقب انتهاء المباراة. طب إيه قصته بقى مع الأمير السعودي وإيه الحدوتة؟ أحد الأمراء السعوديين واسمه الشاعر السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، أحد أمراء السعودية، عمل بطولة رمضانية أو دورة رمضانية جمع فيها بعض الأسماء وكان منزل بوست بيقول فيه على الأسماء الموجودة إن هم هيكون في سيدورف نجم الهولندي الشهير، وإيريك أبيدال نجم طبعا برشلونة، محسن متولي النجم المغربي ولاعب الرجاء السابق، وشيكابالا نجم نادي الزمالك. وقال في وقت سابق، كتب كده بالظبط عبر حسابه، رسميا فريقنا في البطولة سيدورف، إيريك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي وباقي المفاجآت راح أعلن عنها قريبا، ننتظركم في مباراة الافتتاح 13/3، حياكم. ده اللي نزله الامير السعودي، والنهارده 13/3. ايه اللي حصل بقى وايه القصه؟ الامير السعودي فاجئنا من 3 4 ساعات ان هو منزل على حسابه برضه بيقول كده بالظبط، للاسف لاعب غير مسؤول. لاعب ايه؟ غير مسؤول، قصده مين؟ شيكابالا. ولا احترام للاتفاق اللي كان ما بيننا، لاعب غير مسؤول، ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا، واستلم مقدم العقد في بيته في مصر وظل يؤكد حضوره لغاية أمس امبارح اللي هو 12/3 بعد الحجز له والسبعة مرافقين، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق. إن شاء الله راح أتخذ معه إجراء قانوني. ده الأمير السعودي، ودي التفاصيل اللي اتكلم فيها الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز. الحقيقة يا جماعة حاجات غريبة بنسمعها. اول ما تسمع القصه دي، طبعا شيكابالا كان بيلعب امبارح عادي تماما، بيلعب مباراه الجون اللي احنا خسرناها ولا كنا حاسين باي حاجه، استلم مقدم تعاقد. طب لما انت بتستلم مقدم تعاقد ومش عايز تروح، خدت مقدم التعاقد ليه؟ بتتفق معاهم ليه؟ قصص كتير، وعلى نفس هذه الشكل اللي احنا بنتكلم فيها دايما بقول لك في قرارات من شيكا بتتعمل غلط، الكلام ده بيضايق وبيزعل. اجي اقول لك علشان تتقال مقاومات اسطوره لنادي الزمالك لازم يكون في تصرفات هاديه. ادي هياخد ايقاف اربع مباريات، حد يقول لي احنا استفدنا ايه كنادي الزمالك، او الفريق استفاد بايه؟ هل بطوله خدها؟ خسرنا من الاهلي وكتبت خساره، ايه الاستفاده بقى بالحركات اللي عملها الساعات وبتاع؟ وسيبنا دي على جنب، خلاص خسرناه امبارح. كمان كان في تاثير فني كبير جدا او تقصير فني من نواحي الدفاعيه لما لعب شيكابالا جنب عبد الله السعيد، لما طلع احمد حمدي وبدا يكون في اتنين ما عندهمش اي لياقه بدنيه، فاثر على اداء الفريق بالكامل ودفع نادي الزمالك الضريبه. وما زال لحد هذه اللحظه الناس بتيجي تقول يحيى شيكابالا وعاش شيكابالا. طب قولوا يحيى حسن شحاته، ما عندناش مشكله في التاريخ والله ولا في الماضي، ولكن في الحاضر مصلحه الزمالك اهم، والقرارات اللي بتحصل دي لازم يكون ليها وقفه. مجلس اداره الزمالك لم يحرك ساكنا، وما سمعناش اي قرارات حتى هذه اللحظه، لا على شيكابالا ولا على دونجا ولا حتى استهجان لهذه التصرفات اللي بدون اي داعي تضرر بها الزمالك، وايقاف للاعب هو يعني الزمالك دافع له عقد ومجدد له سنتين. شيكابالا هيعتزل في الزمالك تقريبا وعنده 42 سنه، لسه مجدد من كام اسبوع، فيعني ايه الاستفاده اللي عادت على الزمالك ولا اي حاجه. دلوقتي كمان الامير السعودي بيهدد بمقاضاه شيكابالا وبيقول طب انت خدت المقدم وما جيتش وما التزمتش، ومكلمه امبارح لحد امبارح وبيقولوا ان انا جاي. هل الحاجات دي تعجب فئه من جماهير نادي الزمالك؟ راضيين على الكلام ده؟ راضيين ان واحد يستلم عقده وما يروحش؟ طبعا الحجه على من ادعى، مش اسلام علي اللي طالع مع نفسه كده، ده امير سعودي، والبطوله ديت او الدوره الرمضانيه ديت معلن عنها
وكان منزل قايل على الاسامي الموجوده زي ما قلت لكم، محسن متولي وابيدال وسيدورف وشيكابالا وكل الناس دي، وفي النهايه لم يلتزم شيكابالا. كل الصراعات اللي بنخش فيها واللي انا حتى اتكلمت فيها مرارا وتكرارا من قرارات سريعه، زي في مره شيكابالا اعلن رغبته في الاعتزال في الاسماعيلي، قلت لكم الكلام دوت حتى لو في خلافات ما صحش ان هو يتقال، ودلوقتي كمان بياخد مقدم تعاقد وما يروحش، وغير كمان ايقافه 4 مباريات. هل يا جماعه الحاجات دي بتفيدنا احنا كزمالك؟ سمعه نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك وكباتن الزمالك، يعني هو الامير السعودي ده لما راح كده فكر يكلم شيكابالا، كلمه علشان ايه؟ علشان ايه؟ عشان شيكابالا كشخص، ولا علشان كابتن نادي الزمالك، ولا علشان تاريخه واسمه اللي صنعه الزمالك ليه والسنين الكبيره اللي قضاها في نادي الزمالك؟ يبقى اذا شيكابالا لما يتصرف تصرف فردي هو بس مش بيسيء لشيكا نفسه، بل بيسيء لنادي الزمالك النادي بتاعه، وبيسيء كمان للرياضه المصريه في موقف زي ده، ان كل الناس دلوقتي عماله تتكلم فين الفلوس يا شيكا، رجع المقدم يا شيكا، كلام احنا ما نقبلوش واي بني ادم في الدنيا ما يقبلوش، ولازم يبقى فيه تبرير ويطلع شيكابالا يجي يقول ايه اللي حصل. واعتقد ان حبل التواصل التليفوني او يعني لو كان في فرصه كده للغه حوار اتقطعت، لان الامير مش هينزل حاجه زي كده غير لما يكون بقى حاول يتواصل بيه تليفونيا، يكلمه ويكلم حد من طرفه، لان بيقول كان حاجز لسبعه كمان. لما الحاجات دي كلها اتقطعت والتليفون اتقفل، يبقى خلاص الامير بقى نزل البوست دوت ونزل الكلام ده يجي يقول لاعب غير ملتزم. طب مين اللي بيقول ان هو لاعب غير ملتزم؟ حد اهلاوي؟ يعني الامير ده اهلاوي؟ ده الامير ده هو اللي جايبه شخصيا علشان يعمل اضافه وما جابش لاعب من النادي الاهلي. يبقى اذا يعني هو مش ترصد بشيكا، لان دايما بنقول ان شيكا بيتم الترصد بيه. شيكابالا بيترصد لنفسه بتصرفاته وبمواقفه، هو اللي بيترصد لنفسه في وقت احتفال نادي الزمالك ببطوله الدوري بالمشاده اللي عملها مع احمد مجاهد لما كان ماسك رئيس الاتحاد، وتوقف ساعتها 6 شهور كاملين بفرحه احنا دخلناها وعملنا فيلم ما فيش. ده شيكابالا ترصد بنفسه، واحد يجي يقول لي اصل هو قال له اهلاوي، انتوا عارفين ان هو مش اهلاوي كده بهدوء، يا اهلاوي وابتسم في مشادات من حاجات لا داعي لها. ماتش خلص ما تطلع خش غرفه خلع الملابس، عندك مجهود قدمه في الملعب، برضه اتوقفت 4 ماتشات، احنا استفدنا ايه؟ برضه دلوقتي الامير السعودي بيطلب بفلوسه، الصوره دي يا جماعه واللي بيحصل ده كله لمصلحه مين؟ هل الامير اهلاوي؟ هل بيحفل على شيكابالا؟ هل ليه مصلحه انه يضحك عليه مثلا اهلاويه؟ ولا هو برضه موقف هو قيم فيه اللي بيحصل ده بانه هو غير ملتزم ونزل الكلام ده، قال للاسف لاعب غير مسؤول ولا احترم الاتفاق، يعني قال غير لا مسؤول ولا محترم الاتفاق اللي كان بيننا، وخد مقدم التعاقد في بيته في مصر. هل الكلام ده انتوا راضيين عنه؟ ولما نيجي نتكلم فيه هل احنا كده بنسيء لشيكابالا؟ دايما الفتره اللي فاتت مشاكلكم معايا انا عمال اقول كفايه، زي ما قلنا الحازم كفايه، نقول لاي لعيب نادي الزمالك بيتضرر منه كفايه، مش عيب ولا غلط ولا حرام. حسن شحاته اعتزل، حازم امام اعتزل مع حفظ الالقاب، حمار عبد اللطيف اعتزل، عبد الحليم علي اعتزل، تامر عبد الحميد اعتزل، ايه المشكله يا جماعه؟ دوام الحال من المحال. ولكن لو انتوا راضيين على الكلام دوت استمروا براحتكم. اللي بيحصل ده حاجه غريبه، وننتظر رد من مجلس اداره الزمالك في المقام الاول يرد على اللي بيحصل ده، ونتمنى كمان رد من شيكابالا نفسه على تصريحات الامير السعودي. اكتبوا لي كمان رايكم في التعليقات علشان انا من جوايا افهم ايه اللي بيحصل. السلام عليكم.